يا بيت إفراثا للقدس أنت بيت للأنبياء مجد فهيئي مقاما ليولد الإله فيه عظيم سر التقوى والله وهو الأقوى صار إنسانا مثلي ليحمل آثامي بريء من الشكوى في جسمه اختصر الرب كل البشر وعنه الأنبياء قد سبقوا فقالوا هو المسيح المنتظر شاق حجب السماء وجاء أرض الفناء رسول الرأي العظيم لينقذ من الموت جنس الأنام الأشقياء ولادة من بتول أمر يثير الذهول كيف المعطي الشريعة صار تحت الشريعة